يشكو الأهالي في مديرية طور الباحة بلهج إغلاق أحد الشوارع المهمة بالمديرية، والذي يعد الشارع الوحيد والرئيسي تم إغلاقه من قبل الباعة والبساطين، وتسبب بإعاقة كبيرة للحركة. افتراش الباعة وتحويل الشوارع الرئيسية وسط المدن اليمنية إلى أسواق عامة ظاهرة تزداد كل يوم. هنا في طور الباحة بمحافظة لحج ترك الباعة السوق المركزي المتمثل بهذا الهنجر، وحولوا الشارع العام والوحيد للمديرية إلى مكان للبيع والشراء، الأمر الذي أعاق حركة المرور بهذا الشكل. نحن متضايقين بصراحة من الشارع، هذا يضايقون، احنا كل ساعة يهددون، احنا يقولون عطلوا من الشارع، ما معناش بديل غير الشارع، يدون لنا بديل في السوق القديم، ها مش حق الدولة، يقولوا حق ناس تجاه حق المواطنين الثانيين. زحمة لا تطاق، بائعي الخضروات والأسماك والقات كلهم يحضرون إلى هنا ويفترشون الشارع بهذا الشكل، والجميع يشكو من صعوبة التنقل وسط هذا الزحام الخانق. ما نعرفش نمشي من المفرشين هذول بالسوق بالشارع الرئيسي، أصحاب الصيد وأصحاب الخضرة وذا، ما أصلا ما السلطة ما وفر لهم سوق ورجعوا يفرشوا بالسوق بالشارع الرئيسي يعني، ما نعرفش نتحرك منهم حتى. الجميع هنا يتساءل عن الجهات المعنية ودورها الغائب في ضبط مثل هكذا مخالفات عشوائية، غياب اعتبره البعض لا مبرر له بعد أن هجر الباعة السوق المخصص للبيع، واتجه الجميع إلى الشارع الوحيد الذي يمثل شريان الحياة، وهو التساؤل الذي حاولنا الإجابة عليه من الجهات المعنية لكن دون جدوى. مي عربية معلش قزع بسبب الفرشين واصحاب القات بالشارع الرئيسي، المظلات والمياز اصحاب الصيد. نطالب الحين بسوق جديد، ونحن مستعدين نرتفع حتى اليوم، نرفع من السوق من الشارع. الشارع ضروري انه يكون الشارع على فاضي مر للسيارات. الملفت في الأمر أن شارع طول الباحة يزداد ازدحاما في هذه الفترة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد الحركة ويتضاعف معها الزحام لدرجة يمكن أن تصل فيها إلى إغلاق الشارع بشكل كلي، وسط غياب تام للجهات المعنية ولا حياة لمن تنادي.